هناك ثلاثة أسئلة لها وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بندرة المياه الصالحة للشرب، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جواباً موحداً من لدن السيد الوزير. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكوراً. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتغطية الخصص المهول لندرة المياه بصفة عامة. شكراً. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. شكراً. مع حلول الصيف سيد الوزير تزداد معاناة ساكنة العالم القروي في التزود بالماء شروب، لذا نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل استجابة لهذا المطلب الحيوي والتخفيف من معاناة الساكنة القروية. شكرا سيد الوزير. شكرا. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. سؤال إليكم السيد الوزير المحترم يتعلق بنقص في المياه الصالحة للشرب بإقليم الصويرة وما تقومون به من أجل معالجة هذا المشكل، وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير عن كل هذه الأسئلة، تفضلوا السيد الوزير إذا بغيتي تجي المنسى. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب المحترمين. هذا الموضوع ديال التدبير ديال الندرة ديال المياه، أولا مشكورين السيدات والسادة النواب اللي طرحوا هذا السؤال. أنتم تعلمون أننا في السنوات الأخيرة هناك توزيع غير منتظم لتساقطات المطارية عبر التراب الوطني، هناك كذلك الندرة ديال المياه الجوفية المحلية مع توالي سنوات الجفاف. هذه العوامل كلها أفضت في بعض المناطق إلى النقص في المياه وفي بعض الاضطرابات المتفاوتة في التزود بالماء الشروب خاصة خلال فصل الصيف. إذا عندنا جوج ديال المقاربات، كاينه مقاربة اللي هي مقاربة استعجالية تتضافر فيها جهود المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الوكالات ديال الأحواض المائية، وزارة الداخلية ممثلة بالولاة والعمال، وكذلك القطاع ديال الماء، في إيجاد حلول عاجلة لعدد من المراكز. وعلى سبيل المثال خلال الصيف الماضي 2018 كانت عندنا واحد العدد ديال المدن والمراكز اللي كانت يدخل فيها المكتب الوطني، وكانت واحد 41 عرفت بعض الاضطرابات ودارت واحد المجموعة ديال الأمور التي كان الغرض منها بطبيعة الحال التدخل بشكل عاجل لحل هذه الإشكالية، ترتبط بطبيعة الحال إما بحفر آبار جديدة أو بإصلاح بعض القنوات أو بمد بعض القنوات الأخرى. فيما يتعلق على المدى المتوسط والمدى البعيد، أنا قلت للسيدات والسادة النواب أنه هناك واحد العدد ديال البرامج الآن نسطرها، لأنه التوجه اللي عند الحكومة واللي خدت فيه قرار هو أن جميع الدواوير وجميع المراكز التي تقدر بالآلاف سيتم ربطها بالمنظومة المائية، بحيث أنها ما تبقاش مرتبطة بالمنظومات المحلية اللي كانت مرتبطة بها سابقا. وهذا بطبيعة الحال واحد المشروع اللي كانت فيه اجتماع جلالة الملك الله ينصره، واللي غادي يتكلف بطبيعة الحال فيما يتعلق بهذا القطاع ديال الماء كله انطلاقا من السدود ومن التحلية ومن التوزيع حوالي 118 مليار ديال الدرهم للثمان سنوات المقبلة. ونحن بطبيعة الحال أدخلنا جميع المراكز وجميع الدواوير فيما يتعلق بهذا البرنامج الذي سيقضي بشكل نهائي على هذه الإشكالية ديال ندرة المياه اللي تتعرفها بعض المراكز في الصيف، لأنه في السنوات المقبلة مع التغيرات المناخية سيزداد هذا الأمر استفحالا. فالطريقة يعني الجيدة لهذا الموضوع هو ربط كل هذه الدواوير وهذه القرى وهذه المراكز بمنظومة توزيع المياه. شكرا سيد الرئيس.
شكرا سيد الوزير. تعقيب لاحد السيدات والساده النواب عن الفريق الحركي، تفضل سيد النائب. شكرا سيد الوزير على جوابك القيم، ولكن سيد الوزير كتبقى نظره المياه بصفه عامه لا يختلف اقليم عن اقليم اخر الا هذا الشريط الساحلي او الساحل الدار البيضاء طنجه. كل الاقاليم تعاني من هذه الماده الحيويه. نعطيكم على سبيل المثال اقليم شفشاون الذي يعرف اكثر تساقطات مطريه على صعيد الوطن، ولكن يعرف ندره المياه حاده جدا. كما وعدتم سيد الوزير في هذه القبه على انكم في بدايه يوليوز سينطلق مشروع ديال واد القنار الذي يزود 8 جامعات قرويه كما جاء على لسانكم، كجامعه تاسيس، جامعه تيزكان، جامعه بني سلمان، جامعه بني منصور، جامعه بني وزره. هذه الجماعات لحد الآن لم ترى النور في هذه المادة الحيوية، كما أنكم وعدتم على أنكم عدة سدود سترى النور كذلك على سبيل المثال أيضا هو السد مولي بوشتا، وهذا السد بقرب من مدينة شفشاون. هذه ما يقرب أو ما يفوت 5 سنوات هو منجز، ولكن لم يشتغل ما عرفناش لماذا. كذلك كما يكمل باقي الجماعات المجاورة لهذا الإقليم كجامعة ببتازة، جامعة فيفي، جامعة ابن احمد، عدة جماعات. وهذه الجماعات تعرف ندرة مياه جدا جدا حادة، ولكن السيد الوزير لا بد واحد النظرة شمولية واستباقية لحد الخصص المهول لهذا الإقليم. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب لأحد النواب من فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نحن على اطلاع وعلم بما قامت وتقوم به وزارتكم من مجهودات ولا أحد ينكرها، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار كل التحذيرات والرسائل التنبيهية التي توجه إليها سواء من طرف الأحزاب أو المواطنين فيما يخص الأمن المائي الذي أصبح يهدد ساكنة العالم القروي بالدرجة الأولى. وبالرغم من توفر المغرب على 140 سداً كبيراً بطاقة استيعابية تفوق 17.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى آلاف العيون والآبار والمنابع الطبيعية كالمجاري والوديان للحفاظ على هذه للحفاظ على المياه الجوفية، وهو طبعا ما يفسر وجود فرشة مائية جيدة. لكن العطش ما زال يهدد العالم القروي بشكل قوي، وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية التي تشكل مصدر الحياة. السيد الوزير، نقول لكم اليوم باسم الواجب يجب نهج سياسة موازية لكل التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية على القطاع على عاتقها في مجال محاربة العطش، والتي تقوم بالأساس على توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين على حد سواء كانوا في القرى أو المدن، وذلك عن طريق الربط المباشر أو غير المباشر بما يصطلح عليه بالنافورات، وكذا التسريع بتنزيل المشاريع التي تهم قطاع الماء والتي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها كمشروع تزويد جماعة غفصي بالماء الصالح للشرب والذي ما زال قيد الانتظار منذ إعطاء انطلاقته منذ 2010. لذا نطالب السيد الوزير بتفعيل المخطط الوطني للماء، واخص بذكره هنا الدعامه الثانيه التي تنص على تاهيل شبكات امتداد مياه الشرب وصيانتها. فاكثر من 80% من القنوات لم تعد صالحه للاستعمال لاسباب عده، منها تهالك هذه الاخيره او قدمها او عدم احترام معايير بعض المشاريع الموازيه. شكرا شكرا سيد النائب محترم. تعقيب لاحد السيدات والساده النواب عن المجموعه النيابيه للتقدم والاشتراكيه. كنشكركم السيد الوزير، هذا الشيء اللي قلته كامل ربما كاين فعندكم انتم في المكتب ديالكم، ولكن بكامل الصراحه والوضوح اقليم الصويره راه مازال كتشرب من الماء ديال المطفيات. ما قرن 21 الناس باقي كتشرب من الماء ديال الافرض، كنقول احنا افرض بالشلحه، الماء ديال الضايع. الناس مازال كتشري السيتيرنات ب 600 درهم وب 700 درهم. الناس مازال كتمشي تسقي باربعه الساعات وب 6 الساعات. اقليم الصويره السيد الوزير توفات فيه 15 امراه على ود الدقيق، وتا واحد ما خرج للشارع. اليوم الناس خرجات على ود الماء، سواء في جماعه اكرد ولا في الجماعه ديال سيدي كوكي. السيد الوزير تعطات مشاريع، ولكن مشاريع ما تقادتش مزيان، ربما غير تهدرت فيها الفلوس وكاك. والسلام عليكم، شكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ تفضل السيد النائب عن فريق الاصاله والمعاصره. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فيما يخص السؤال الاستباقية لمحاربة العطش، على سبيل المثال مدينة جرسيف ساكنة حمرية التي تشتمل على 40 ألف نسمة ساكنة في
هذا الحي العشوائي. سيد الوزير، السنة الماضية مرت على هذه الساكنة وضعية كارثية، وتعاون الجميع مع السلطة الإقليمية ومنتخبي ومجتمع مدني عملت على مجهود كبير لحلول ترقيعية. سيد الوزير، لماذا لم تفكر الحكومة في حل جذري لهذه الساكنة؟ الآن يوجد مشكل كبير اليوم واحتقان اجتماعي كبير، بحيث يوجد انتظار لملء الماء 500 عربة لحمل الماء، لا يصل الدور لهذه العربة إلا بعد يومين لملء الماء. لهذا السيد الوزير، نطالب الحكومة من خلالكم لحل فوري لهذه الساكنة، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، إذ نشكركم على المجهود المبذول لتوفير هذه المادة الحيوية خصوصا في المناطق القروية والجبلية، وناشدكم أن تعملوا على التسريع بإتمام المشروع الهام الذي سيربط منطقة الأطلس الصغير بإقليم تارودانت وخصوصا منطقة إغرم بالمنظومة المائية من السد ديال الموجود في منطقة أولوز. مرة أخرى، الساكنة في أمس الحاجة كما في باقي مناطق المغرب، نطالبكم بالتسريع بهذا المشروع، بإتمام هذا المشروع، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، الفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مرة أخرى غادي نتكلمكم على سد باب الوطاب جامعة سبعة بقليم سازة. اليوم سيد الوزير، أكثر من 7 ديال الدواور اللي متواجدين في المحيط ديال هذا السد هذا كيشربوا الماء عبر الشاحنه السهريجيه. واش هاد الناس السيد الوزير ما محقمش يشربوا من هذا السد هذا؟ هذا السد اللي تنجز فوق الاراضي ديالهم السيد الوزير، في حين كنلقاو هذا السد كيزوج جماعات بعيده ب 100 كيلومتر. الدراسه لانجاز هذا المشروع ديال التزويد ديال جماعه السميعه ككل موجوده، كتكلفش اكثر من 25 مليون ديال الدرهم السيد الوزير، وشكرا. شكرا. تعقيب اضافي اخر، الفريق الاشتراكي، تفضل. سيد الوزير، اليوم في قصيف جوج نقاط سوداء، في الساكه المركز تجهيزات بدون ماء، كتطلق السباله ما كاينش الماء اطلاقا في الساكه. في حمايه يومين عاد تتوصل السويفه، 500 متر في الصف. غنعطيكم فيديو سيد الوزير ديال المعاناه اليوميه في حمايه. شكرا. شكرا. تعقيب اضافي اخر، من فريق التجمع الدستوري، تفضل. سيد الوزير المحترم، نطالبكم ببرنامج استعجالي فيما يخص تزويد مناطق عماله اكادير داوتنان وجماعات ترابيه بالماء السعر للشرب، نظرا لقله التساقطات والخصائص الهائل في هذه الماده الحيويه، وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ رد السيد الوزير على التعقيب وتعقيبات اضافيه. السيد الوزير، السيدات والساده النواب مشكورين على التعقيبات ديالهم. بطبيعه الحال التعقيبات ديال السيدات والساده النواب انصرفت الى القضايا اللي هي محليه. انا بالطبع ماشي اول مره تنجاوب على هذا السؤال. انا سبق لي قلت بان هذا الموضوع ديال التزويد بالماء كانت فيه اشكاليات وبقى فيه اشكاليات وغتستمر فيه واحد العدد الاشكاليات، وشرحت السبب. هناك واحد المجموعه ديال المناطق كانت تعتمد على منظومات محلية في التزود بالماء. الآن مع توالي سنوات الجفاف هذه المنظومات لم تعد بإمكانها أن تزود هذه الساكنة. إذن تيكون عندنا واحد الإجراءات اللي تنديروا سنويا واللي غادي تستمر. هذه القضية اللي شروا لها السادة النواب ديال الشاحنات الصهريجية، وهذا تيكون فيها بطبيعة الحال واحد تضافر الجهود، لأن المسألة ماشي سهلة يعني في الميدان، وانا تنعرف بان السيدات والساده النواب هذا الامر يؤرقهم. لكن عندما نتحدث عن هذه الاستثمارات، انتم تعلمون ان هذه الاستثمارات ما يمكنلهاش الدار بين عشيه وضحاها. انا تكلمت الان القرار الجريء اللي خذته الحكومه واللي ما تخاتش في السنوات الفارطه، هو ان جميع هذه المنظومات المحليه ترتبط بمنظومه ديال التوزيع ديال المياه وما تبقاش محليه. بمعنى إما سترتبط بسد من السدود أو بتحلية مياه البحر أو ربما في المستقبل باستعمال مياه العادمة لبعض الأغراض.
عندنا واحد العدد بطبيعة الحال ديال الاستثمارات هي مبرمجة في كل المناطق، وأنا قلت لكم بأن هناك واحد العدد ديال الدواوير واحد العدد ديال المراكز التي سيتم ربطها، وهذا الغلاف المالي تم الاتفاق عليه وسيتم الشروع فيه في القريب العاجل. لكن بطبيعة الحال هناك بعض الأمور اللي شاروا لها السادة النواب، بحال هذه القضية ديال الإقليم ديال الصويرة، السيد النائب يعلم أكثر من غيره أن السد اللي تبنى مؤخرا واللي تفضل جلالة الملك بسميته سد أفياش، هذا كاين فيه محطة اللي غادي توصل الإنتاج الصبيب ديالها إلى حوالي 250 لتر في الثانية، واللي غادي تكلف واحد العدد ديال المناطق والمراكز المجاورة لمدينة الصويرة. بالنسبة للعالم القروي عندنا واحد العدد ديال الاستثمارات مبرمجة فيها 250 مليون ديال الدرهم بالنسبة للساكنة القروي اللي كاينة جنوب إقليم الصويرة، وكاين واحد المجموعة ديال الدواوير اللي موجودة في مناطق أخرى بواحد الغلاف ديال 279 مليون ديال الدرهم، وهذه كلها مشاريع الآن إما في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها. هذه المرحلة هذه ديال هاد التذبذب إذا صح التعبير في القضية ديال تزويد بالماء في الصيف سنعيشها لبضع سنوات، لأن هذه الاستثمارات وتنزيلها خصو واحد الوقت، ونحن سنعمل في كل ما في وسعنا بطبيعة الحال على أن هذه المرحلة هذه نستطع في هذه التدابير الاستباقية اللي تنديرها قبل الصيف أو خلال الصيف أننا نخفضوا هذه المعاناة على الساكنة ديال العالم القروي بالأساس. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير.